بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر ومن الليل فتهجد بنافلة لك عسى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الشمس ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج فبأي
مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا بغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك وأما بنعمة ربك فحدث فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل محمد سيد الكونين والأرض
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چند اشعار پیش کرتا ہوں. جبرائیل ہلاتے ہیں آقا حسین کے جھولے کو, جبرائیل ہلاتے ہیں آقا حسین کے جھولے کو, لا
لگتا ہے فرشتوں کا ایمان بھی حسینی ہے لگتا ہے فرشتوں کا ایمان بھی حسینی ہے گرنے ہی نہیں دیتے آقا حسین کو کندھوں سے گرنے ہی نہیں دیتے آقا حسین کو کندھوں سے لگتا ہے کہ نبیوں کا سلطان بھی حسینی ہے لگتا ہے کہ نبیوں کا سلطان بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان حسینی ہے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی